ما هو رأيك في الشيخ باقر ميروان؟ عزيزي الشيخ الإيرواني إنسان لا يستطيع مثلي أن يقيمه، فوق مستوى أن يحتاج إلى تقييم مثلي. هذا أستاذي، أنا حضرت عنده ثلاث سنوات حضرت عنده في البحث الخاص. بالنسبة إلى طلاب الحوزة أو طلاب العلم، يعني اللي يحبون يأخذون نصيحة، تعلموا مني. هسه أنا اللي سويته هذا، إذا تحبون تعلموا مني. أنا ما كنت أعطل حتى وإن عطلت الحوزة، ما كنت أعطل، كنت أسعى للحصول على دروس خاصة وأدرس، لم أعطل لا في رمضان ولا في أي وقت، حتى في محرم ما كنت أعطل. نعم هسه يوم العاشر، قبل يوم العاشر ممكن، ولكن حتى عندما كانت هناك أيام تعطيل أنا كنت أقضي في على أقل تقدير المباحثات، مباحث. هل الشيخ قاسم الطائي مجتهد؟ عزيزي أنا ما سمعت من شهد له بالاجتهاد من أهل الخبرة، وحسب اللي تبين لي من خلال كتابه أنه ليس مؤلفا، لأنه هذا اللي موجود في كتابه كثيرة. أما قضية عدم فهذه